دي من أهم المشاكل. في حاجه بقى غريبه جدا ان هي تقدري تعتبريها اكثر شيوعا بس المرضى ما تسمعش عنها، اللي هو ضيق القناه العصبيه. احنا رجعنا نقول ان احنا عندنا اوضه 4 حوائط جواها الاعصاب اللي هي نازله النخاع الشوكي اللي هو نازل من الراس لغايه اخر العمود الفقري تحت، كل بين كل فقره تانية بيطلع اعصاب بتغذي الايدين بتغذي الرجلين وهكذا. طيب احنا قلنا الغضروف ده انزلق ودخل في مكان غلط. طب لو انا عندي الاوضه دي كل جدرانها ضيقت من جميع النواحي، دي اللي هي اسمها دي القناه العصبيه. المريض ده تلاقيه بيشتكي من ايه وهو قاعد، ممكن ما يكونش في شكوى، يجي يقول لك انا اول ما بمشي الاقي رجلي بتتمل، رجلي بتتقل عليا، بضطر اتحني لقدام شويه، وبعد شويه بضطر اقف، رجلي بتقف خالص، او الجزمه او لابس شبشب يقع منه لانه هو بيفقد الاحساس. بيفقد الاحساس برجله؟ اه، يحس انها نملت وتقلت جدا، وبعد كده التحكم في مشط رجلي يبقى ضعيف، فممكن جزمه تقع منه. يضطر ان هو يقعد في نص المشوار شويه يريح وبعد كده يكمل. المشكله ان هو الموضوع ده بروجريسيف، يعني بيزيد. يعني انا لو انا مثلا النهارده بمشي 5 دقائق، السنه الجايه ممكن امشي 3، السنه اللي بعديها دقيقه، يعني الموضوع عمال يزيد لو سكت. اه بالظبط. وهو الفكره كمان ان هو المريض طول ما هو مش في وجع فبيهتمش قوي بالموضوع، يعني زي ما قلت لك هو قاعد مفيش مشكله، لو يبتدي يتحرك يبتدي يحصل الشكوى دي. وبعدين المشكله كمان ان لما تيجي تقري في تشخيص الريبورت بتاع الرنين المغناطيسي كتير قوي يقول لك يعلق على الغضروف بس، يعني يقول لك بروز في الغضروف، ما يعلقش على بقيه القناه العصبيه. فلو جاء حد المريض نفسه قرا الريبورت او راح دكتور مش متخصص في العمود الفقري فبيقرا الريبورت ما بيبصش على الاشعاعات فيقول انه هو ما فيش حاجه، مع ان في مشكله جامده ان القناه العصبيه كل المقاسات بتاعتها صغيره. ده خطا يا دكتور بقى في التشخيص؟ لا، هو بالنسبه للجراح عمود فقري اكيد هيعرف، او لو حد يعني ليه خبره بالعمود الفقري هيعرف التشخيص. بس الفكره ان هو مثلا كتير قوي مراكز الاشعه ما تعلقش على الموضوع ده. فلو الطبيب، بس ده مش تخصصه في الاخر، يعني هو المفروض ان المريض يعمل الاشعه يوديها للدكتور المختص وهو اللي يقوم بتشخيص الحاله. تمام. مش مركز الاشعه بالظبط. فهو بقى لو الطبيب بقى اللي هو راح له قرا الريبورت وما بيقراش الافلام، يعني ما بيعرفش يفسر الافلام بتاعت الاشعات، فبتحصل المشكله دي. بس دي بيبقى حلها ان احنا زي ما قلنا احنا عندنا ايه المشكله دي في القناه العصبيه، فانا لازم اوسع القناه العصبيه كلها. دي جراحه برضه يا دكتور؟ التقليد دي جراحه، لسه هنتكلم بقى عن الجديد ان شاء الله. بعد كده في حاجه تانية احنا قلناها اللي هي تزحزح الفقرات. يعني ايه تزحزح الفقرات؟ احنا زي ما اتفقنا ربنا خلقنا من عباره عن عمود فقري عباره عن 33 فقره فوق بعض مترصصين بالظبط فوق بعض. لو دخلنا بين كل فقره والتانيه في قفل ماسكهم في بعض زي السلسله، فلو القفل ده اتكسر الفقره هتتزحزح هتتحرك من مكانها. تشكوى المريض الاساسيه بتبقى وجع في الظهر مع مصاحب احيانا بوجع في الاعصاب. فاحنا على حسب بقى بنشخص، لو في مشكله في الاعصاب يبقى لازم نوسع السكه على الاعصاب اللي هي في الحجره دي اللي اتفقنا عليها، ولو في مشكله في الفقرات بالام فقرات لازم دي بتتثبت باساليب اللي هي المسامير وترقيع العظم حاجات كتيره. امتى تقول للمريض يا دكتور لا ما تسكتش على نفسك انت حالا لازم تشوف دكتور؟ تمام. هو المفروض الصح في اي وقت ان هو يشوف دكتور، ده الطبيعي، ان احنا ما نمشيش بالوصفات. مش وصفات بس، احنا ساعات اول ما نحس بألم مسكنات والألم يروح شوية واسكت على نفسي فالموضوع يتفاقم وانا مش حاسس. تمام. امتى حضرتك تنصح امتى لا ما اسكتش وما تتمداش في المسكنات لانها هتبوظ لي حاجات تانية، اجري على طول اشوف دكتور؟ ما انا بقول لك هو الصح ان احنا على طول من الاول، بس يعني غير كده انا لو ممكن لو مشغول او حاجه، يعني قصدي اول 4 ايام 5 ايام بكتير تاخد مسكنات. اكتر من كده ما ينفعش تمشي على المسكنات. المسكنات الناس بتفتكرها ان هي خاطئا بتتعب بس المعده، المسكنات ليها تاثير اخطر مليون مره من المعده، انها بتاثر على وظائف الكلى وممكن تعمل فشل كلى لو اتاخدت غلط. فاقصى حاجه ان احنا ناخد فيها مسكنات 5 ايام. بعد كده لو ما حصلش تحسن المفروض تروح لدكتور متخصص في المرض اللي انت بتعاني منه. نقطه تانية بقى، انا لما بيجي لي المريض هو بيشتكي من وجع بقول له انت وقدره التحمل، بمعنى ايه؟ ان انا هعمل علاج تحفظي وممكن يستجيب وممكن المريض يقول لي لا انا الوجع محتمل. خط احمر لو حصل ضعف في الحركه، دي انا لازم اقول له انت لازم تعمل عمليه، لان ضعف الحركه ده عباره عن درجه من درجات الشلل. واحده واحده بيقعد يزيد لغايه لما بيحصل شلل تمام في الطرف. للاسف اللي بيروح ما بيرجعش، يعني لو حصل شلل خلاص مش هقدر ارجع، صعب قوي ان هو يرجع. فهي دي خط احمر، لو فعلا ابتدى يحصل ضعف عندي في الحركه لازم
بنفكر فعلا في اجراءات تدخلات بقى باختلافاتها. لازم ناخد اجراء قبل ما يحصل انه التطور الحركه الضغط. قبل ما الحركه يحصل لها مشكله. بالظبط. طيب عايزين بقى دكتور نتكلم في الجديد. تمام. احنا دلوقتي زي ما اتفقنا الغضروف احنا بنشيله، القناه العصبيه بنوسعها وهكذا، والحاجات العرف ده معروف وسط كل الجراحين ما فيهوش جديد. الجديد بقى ازاي نعمل الكلام ده بطريقه ما تتعبش المريض، يعني اللي هي جراحات التدخل المحدود. بس في نقطه لازم نستريس عليها، جراحه التدخل المحدود ديت لو ما قامتش بنفس النتيجه بتاعت الجراحه المفتوحه يبقى مش هقدر اقول ملهاش لازمه، قصدي ما ينفعش اسويها. يعني ما ينفعش ايه، انا اقول للعيان انا هعمل لك عمليه فتحه صغيره بس هي مثلا ما تجيبش نتيجه الجراحه المفتوحه، لا هي لازم تجيب نتيجه الجراحه المفتوحه، والا كبروسيدور هي هتبقى سب اوبتيمال او تحت المستوى انها تقارن بده. فاحنا عندنا جراحات التدخل المحدود تنقسم الى جزئين، جزء اللي هو المنظار وده بيلعب جزء دور مهم جدا جدا فوق 80% من التدخل المحدود، والجزء الثاني اللي هي الاجراءات المساعده زي ازاي نركب مسامير بدون فتح جراحي. عندنا يا دكتور صور، معانا صور نتفرج عليها ونشرح عليها. بالظبط. فمعانا مثلا صوره للمنظار دي هتوضح لنا يعني ايه فكره اصلا المنظار المرضى. المنظار ده عباره عن قلم رفيع جدا سمكه ما يزيدش عن نص سنتي. بالظبط معانا هنا في ناحيه فتحه منظار وفي الناحيه الثانيه اله جراحيه بتدخلها. الفكره يعني ايه المنظار؟ ده حاجه انا بدخلها جوه الاوضه المقفوله اللي هي المريض، بتنقل لي كل حاجه جوه. القلم ده في اخره فيه عدسه، العدسه بتنقل لي الصوره على شاشه في اوضه العمليات. كان حضرتك فاتح بالظبط وبتشوف اللي بس هي عمليه بالريموت كنترول، من غير لما بفتح انا بشتغل جوه ذا سيم بالظبط زي العمليه المفتوحه. يعني اللي هيحصل في العمليه المفتوحه هو في المنظار، بس من غير لما بفتح. بتبقى مميزاته ايه؟ انها لو عندي الفتحه صغيره فبالتالي العضلات اللي هتفتح هتبقى ضعيفه قليله جدا، مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه الم بعد العمليه، مش هيبقى فيه نزيف. العيان بعد العمليه بيقعد من 4 لـ6 ساعات كحد اقصى، بيرجع لشغله في ظرف 7 لـ10 ساعات بكتير قوي. تمام. فدي كلها مميزات مهمه جدا في المنظار، ورغم عكس اللي هو الناس فاكراه ان عشان الفتحه صغيره فالجراح ما بيشوفش، لا هو العكس. العدسه دي عدسه مكبره، بمعنى ايه؟ انا بشوف اللي جوه متكبر 15 مره على شاشه مونيتور جوه اوضه العمليه. معانا فيديو بيوضح ازاي الغضروف بيتشال بالمنظار، ده هيبقى انترستنج قوي ان هو ازاي بالظبط اللي انا بعمله في المفتوح هو بيتعمل في المنظار، فممكن نوريه المرضى. هنعرض الفيديو دلوقتي وحضرتك تقول لنا عليه ازاي بتجرى العمليه وازاي بتقوم بيها، بس عايز اعرف يا دكتور خلينا الاول نشوف الفيديو. هنا ده العصب اللي هو جنبي اللي هو ماشي عليه نقط حمراء، الابيض ده الغضروف اللي انا بطلعه بمعلقه. بعد دي جراحه منظار. هي جراحه مفتوحه بس شايفه الصوره متكبره على مونيتور، ده الغضروف اللي طالع. ومن الفتحه الصغيره بيبان ازاي فعلا بيطلع بره الجسم. انا اكني عملت العمليه مفتوحه بس غير لما افتح الجلد ولا العضلات، ونفس النتيجه بتاعت هي الفتح. هي العين لو عمل اشعه بعد العمليه هي ما يقدرش حد يميز ده جراحه منظار ولا جراحه مفتوح خالص. الفرق الوحيد في حجم الجرح بتاع الجلد. تمام. حضرتك عارف احنا عندنا اعتقاد اذا ما كناش يعني ناخد غرز قد كده ما نبقاش عملنا عمليه. بالعكس ده شيء خاطئ جدا. وده انا هقول لك ايه السبب وراء الموضوع ده. ان دايما بيبقى فيه خلط بين المنظار والشفط او التبخير الغضروف. كنا عايزين نعرف لسه، كنت اسال حضرتك الفرق بينهم بقى. تماما. الفكره ان الشفط او تبخير الغضروف، نتخيل مثلا الغضروف ده عباره عن ازازه معجون سنان. في الاول بيتنتفخ شويه، ده اول مراحل مشاكل الغضروف. بعد كده ممكن الحزام اللي حوالين الغضروف يفرقع فيطلع المعجون بره الازازه. بره انبوبه المعجون الاسنان. فكره الشفط او التبخير الغضروف ان انا بدخل ابره جوه ازازه معجون الاسنان وبقلل شويه من اللي جوه الانتفاخ اللي جوه بشفط. طب لو حصل ان المعجون ده طلع بره الازازه، لو انا حطيت الابره جوه الانبوبه دي هتعمل اي حاجه؟ ولا اي حاجه خالص. انا لازم اجد وسيله ان اوصل بيها المعجون اللي بره ده اللي اشيله. فالوسيله دي كانت زمان الحل الوحيد الجراحه المفتوحه. دلوقتي بقى المنظار، ان انا هي جراحه مفتوحه بس من غير لما افتح. فالناس بتخلط بين الاثنين، ده فتحه نص سنتي وده فتحه نص سنتي، فبيخلطوا بين كلمه منظار والشفط. لا ده دي حاجه ثانيه خالص. ملهاش اي علاقه. طب دكتور ايه الفرق بقى بين المنظار، الجراحه بالمنظار والميكروسكوب؟ تمام. احنا دلوقتي الاول كان عندنا التطور ايه؟ انا الاول كنت بفتح بشوف بعيني. عينيا ما فيهاش اي تكبير. بعد كده المرحلة التانية بقيت بفتح بشوف بالميكروسكوب. فكرة الميكروسكوب ان هو بيكبر الصورة للجراح على مونيتور في اوضة العمليات من 10 لـ15 مرة، فبتشوفي الانسجة بطريقة ادق،
فبتعملي العمليه بطريقه ادق. فهي على المريض، هو المريض عمل نفس الفتحه سواء الفقره واحده 5 سم، فقره اكتر 10 و15 و20 سم على حسب الفقرات. بس هي الفكره كلها التدبير وقت العمليه، لكن المريض كميزه بعد العمليه ما بيحسش باي فرق، لان هو في الاخر اتفتح الجرح. وده كان عرف خاطئ ان بيجي لي كتير قوي مريض يقول لي انا عملت بالمنظار، هو بيراقب بالمنظار والميكروسكوب، ابص على ظهره الاقي فتح قد كده، ده مش منظار ده ميكروسكوب. بعد كده حصل تطور اكتر اللي هو المنظار، ان هو عملت ايه؟ ادالي التكبير اللي انا كجراح بستفاد بيه، بس ادى للمريض الحجم الجرح الصغير جدا. فاحنا كان معانا صوره بتبين كمان لو انا عندي مشكله في كذا فقره حجم الجرح بيبقى قد ايه. الطبيعي ان انا لو كذا فقره هفتح بقى الجلد 10 او 15 سم على حسب، لان هما الفقرات بتبقى فوق بعض، السلسله كده فوق بعضها، فكل فقره عايزه فتحه، فلو حطيتي كذا واحده فوق بعض هتبقى فتحه كبيره. بيبين بقى المنظار ازاي بتقدري تعملي ده من بالظبط. العين ده كان عنده مشكله في 4 فقرات، دي جراحه منظار، مشكله في 4 فقرات، هو ده اللي اتفتح في الجلد. دي النتيجه بعد العمليه، والنتيجه هي لو جينا عملنا الاشعه هي معانا فيديو يوضح بقى ازاي يعني ايه دي القناه العصبيه بتتوسع. زي ما قلنا احنا عندنا القناه العصبيه ديت عباره عن اوضه جواها الاعصاب، فلو اتخنقت. فيديو معانا يا دكتور. ده النخاع الشوكي بعد لما اتفتحت الدنيا خالص عليه، فاحنا شايفينه اكننا فاتحين بعينينا. ده حجمه الطبيعي، العرض الخرطوم اللي هو في النص ده، لو بعينينا المجرده عرض الصباع. هنا احنا بنبقى شايفينه مكبر على المونيتور. ده تحت الميكروسكوب. ده تحت المنظار. المنظار. أوكي. كل ده بيتشاف من فتحه نص سنتي اللي هي اللي المريض بيشوفها في الاخر، لكن احنا جوه بنشوف ده اكشلي. بنبقى وسعنا القناه داير داير، والنخاع الشوكي كله ما فيش اي حاجه ضغطه. هو ده فكره توسيع القناه العصبيه بالمنظار. ودكتور العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ العمليه دي على حسب عدد الفقرات، بمعنى ايه؟ ان لو انا عندي فقره واحده بتاخد من ساعه لربع لساعه، لو فقرتين في حدود ساعه ونص لساعتين او ثلاثه او اربعه، كل شويه بتنزل، هي تعتبر عمليه زيادة. وهكذا برضو في المفتوح، الوقت في المفتوح هو في حدود برضو ساعة لربع الساعة، وكل ما يزيد عدد الفقرات بيزيد الوقت، لأن هي تعتبر عملية مكررة، فتفرق أوي أنا عندي مشكلة في فقرة أو اتنين أو في ثلاثة أو في أربعة. والمريض يا دكتور بيقدر يخرج بعد قد إيه من المستشفى؟ المريض لو شاب صغير بيخرج مثلا في حدود 3 4 ساعات، لو حد كبير ست مثلا 70 سنة 75 سنة حاجة زي كده بتخرج تاني يوم. بيتعافى بعد قد ايه؟ اولا بيخرج في عربيه عاديه خالص، لا في لا اسعاف ولا شيل، ولا باجي اقول له ما تشيلش او ما تحطش او الكلام ده خالص، الكلام ده مش موجود. بيرجع لنشاطه على حسب السن، بمعنى ايه؟ المنظار الهدف منه ان انا اقلل فتره النقاهه، مثلا نقدر نقول 1 على 10 او خمس الوقت، بمعنى ايه؟ انا لو عندي شاب صغير هو بيرجع لنشاطه الطبيعي في ظرف 5 ل6 ايام وبيرجع للشغل، في العادي هو هيرجع مثلا في حدود شهرين. لو عندي حد سنه كبير قوي بيرجع مثلا في 3 اشهر، لا انا هنا بيرجع النشاط في ظرف اسبوعين. فهي الموضوع نسبه وتناسب. هو مش سحر، هو في الاخر هو بيقلل وذن يعني ليميت معين، يعني المريض قدرته الطبيعيه على ايه؟ هو بيتعافى مثلا في ظرف شهر ونص انا هينزل لخمس ايام وهكذا. بس الطبيعي ان هو من اول يوم هو لا بيحتاج حد لا يسنده ولا حاجه، هو بيقوم بيخش الحمام بنفسه، بيعمل يعني بيخدم نفسه. وبقول لك انا يعني شفت انا مثلا لسه عاملين جراح نسا بعد 4 ايام كلمني قال لي انا عملت النهارده قيصريتين ما شاء الله. فان هو كالم في الظهر هو مش حاسس بمشكله، الشكوى راحت خلاص. طب دكتور اي جراح ممكن يقوم بجراحه المناظير؟ هي جراحه المناظير ما فيهاش شيء اضافي غير انها حاجه جديده، بمعنى ايه؟ احنا عندنا كجراحين عمود فقري، احنا فعلا عندنا ناس كمهارة جراحية مستواهم عالمي عالمي عالمي، ايديهم كويسة جدا 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 ونتائجهم مبهرة. بس الفكرة ان هو ممكن ما يكونش بيعمل منظار، لان المنظار ده شيء جديد، فهو زي اي شيء، انت عشان تعمل جراحة منظار لازم تكون متمكن بجراحة مفتوحة الاول، بعد كده تبتدي تتدرب على جراحة المنظار. مشكلة جراحة المنظار ان هي زي ما اتفقنا هي جراحة بالريموت كنترول، عايزة حركات دقيقة جدا، فهي التدريب عليها مش سهل، انت بتحتاجي اتليست من 6 اشهر لسنة عشان تجديها كويس، رغم ان انت تكوني اصلا ده لازم بيس ان انت متمكنه في الجراحات المفتوحه. دكتور قريت كده عن الحقن الاسمنتي، هي الجمله نفسها غريبه على وداننا، وحقن اسمنتي يعني احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره جدا. عامه الحقن الاسمنتي بينفع اكتر بيستخدم في حالات ايه؟ يا اما في حالات كسور الهشاشه في العمود الفقري، او في حالات بعض الاورام السرطانيه. الدارج اكتر في كسور الهشاشه.
انا دلوقتي عندي المريض لو وصل لسن كبير وهو المفروض بننصح كل الستات فوق سن ال 50 سنه بالذات لازم نبتدي نعمل نتابع مع دكتور عظام، بنعمل مقياس هشاشه بصفه دوريه اللي هو دكسا سكان، بنعرف منه حجم الهشاشه في العظام قد ايه. طب لو حصل ان احنا ما عملناش الوقايه ديت فحصل كسر الهشاشه، الطبيعي ان احنا بنخلي المريض ده يرتاح شويه في السرير، بندي له شويه علاجات وحزام وكسر هيلحم زي اي كسر. طيب اذا حصل ان المريض ده قعد فتره مش قليله وما ارتاحش، انا برضو في حاجات تانية لازم اوزنها كويس في دماغي كطبيب، ان انا مش عايز اقعده فتره زياده على اللزوم لان ممكن يحصل له قرح فراش بلاطات، خاصه ان الحاجات دي بتحصل في سن كبير. وفي نفس الوقت بتقابلني مشاكل تانية في كسور الهشاشه، ان انا عشان اثبت كسر الهشاشه بمسامير لازم عندي حاجه امسك فيها، الهشاشه دي عباره عن حاجه مجوفه فاضيه فالمسمار ما يمسكش. فالحل بيبقى الايديال ساعتها اللي هو الحقن اسمنتي. يعني ايه حقن اسمنتي؟ بندخل ابره من قلم رفيع جدا، ابره رفيعه جدا حجمها ما يزيدش عن 3 4 مللي جوه الفقره تحت جهاز الجراحه الملاحيه او الاشعه في اوضه العمليات، والعين واخد بنج. في حاجه اسمها اسمنت طبي، بحق الاسمنت الطبي ده جوه الفقره في ظرف 5 دقايق بيكون نشف ستون اكنه حجر بالظبط وبنى الفقره من جوه. المريض ده بيخرج بيخش الاوضه اوضه العمليات متشال مثلا عن آلة، بيخرج ماشي على رجليه ما فيش حاجه خالص، فعلا يعني بتشوفي النتيجه في ساعتها. بس مش بنقول ان اي كسر ينفع له حقن اسمنتي، ده كسور الهشاشه فقط اللي بنعملها. وبعد لما بيفشل العلاج التحفظي الاول برضه لازم نحاول معاهم علاج تحفظي. يعني مش على طول الجا للجراحه ومش على طول الجا للحقن الاسمنتي. بالظبط، هي كل حاجه وليها دواعيها. زي بالظبط المنظار، ناس كتير قوي كان في مرض يجي يقول لك، او للاسف عن عدم علم يجي يقول المنظار ينفع في حالات ايه. زي ما اتفقنا هو المنظار هو العمليه مفتوحه، هو الفرق بس ان انا ما بفتحش، فهو كل ما الجراح يكون متمكن فيه كلها بيعمل حاجات اكتر. حاليا المنظار بيعمل من 90 ل 95% من مشاكل العمود الفقري، من انزلاق غضروفي او ضيق قناه عصبيه او تزحزح فقرات. الحاجه الوحيده اللي تعتبر حاليا ما بتتعملش بالمنظار اللي هو حالات اعوجاج العمود الفقري. اللي هو مثلا يا اما اللي هو بيقول سكوليوز او كيفوز اللي هو العمود الفقري فيه عوجه جانبيه او اماميه اللي هي التحدث. دي بتحتاج فتحات كبيره قوي للاسف العمود الفقري. دراسه يا دكتور؟ كويس قوي انك قلتي الموضوع ده. في الناس في مفهوم خاطئ كتير قوي يقول لك شلنا شنطه تقيله او حاجه زي كده تعمل عوجاج. لا، هو الطبيعي ان بيبقى في استعداد عند المريض. هتلاقي هو اولا الموضوع ده بيبقى اكتر في البنات. في نوعين، في نوع بيبقى خلقي من الاول في مشكله من الفقره نفسها، وفي نوع تاني لا تعملي اشعه العمود الفقري تلاقي كل الفقرات سليمه بس هي في انحناء غير مفصل بنسميه ايديوباثيك، يعني غير اي سبب خلقي. بالظبط. ده بتلاقي اكتر في يعني العيله، هتلاقي حد او اتنين عنده الموضوع ده، هو باستعداد وراثي. فمفهوم خاطئ ان هو شلنا شنطه تقيله بيحصل كده، لا، لان هو للاسف الانحناء ده بيعمل كتف اعلى من التاني كده او كده، فهو يفتكر ان هو سبب الشنطه. لا، يعني هو نتيجه لان في سبب من الاصل، ما هو العمود الفقري المفروض كده ومع الوقت والزمن والعمر هو بيحصل له انحناء. هو العمود الفقري المفروض ان هو عدل وعليه الكتاف كده، فهو لو اتعوق هيخلي الكتف واحد واطي عن التاني، فهو بيفتكر ان هو سبب الشنطه، لا هو مش سبب الشنطه. وبيبقى اكتر بيبان اكتر في فتره التين ايجرز اللي هي المراهقه، يعني لان اي النمو في العمود الفقري زي اي حاجه في الجسم، فلا بيحصل فتره البلوغ فالجسم بينمو بسرعه، تلاقي الاولاد فجاه مثلا زاد طولها بتاع 5 ل 10 سم فجاه في سن اللي هو 11 ل 14 سنه، والبنات هكذا. فلو عندي مشكله في العمود الفقري بتبان قوي، بتتضرب في 5 مثلا، هو بيبان بسرعه قوي الاعوجاج. نورتنا يا دكتور. ميرسي حضرتك، افدتنا كتير واكيد الساده المشاهدين استفادوا. ان شاء الله نتقابل في حلقات تانية ونتكلم اكتر عن المشاكل ونتكلم اكتر كمان عن طرق الوقايه منها ان شاء الله. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي، هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل باقي حلقتنا. بس عايزه افكركم الاول بصفحتنا على الفيسبوك، الفان بيج الطبيب بالعربي. اي حد عنده استفسار او سؤال ممكن يحط لنا السؤال على البيج واحنا هنرد عليه على طول على كل التخصصات اللي تبقى موجوده معانا في البرنامج. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي حلقتنا، استنوا كم تاني بعد الفاصل. النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن اتكلمنا عنه قبل كده في حلقات سابقه، وهي تكيس المبايض. المرض ده انتشر بشكل كبير جدا من النساء او الزوجات اللي بيعانوا من تاخر الانجاب. النهارده هنتكلم عن اهم الاسباب اللي بتسبب تكيس المبايض مع دكتورنا النهارده دكتور عمرو الحسيني استاذ امراض النساء والتوليد
بكلية الطب بجامعة عين شمس وعضو الكلية الملكية بلندن. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة إيناس. في البداية عايزين نعرف تكيس المبايض هي مشكلة جامدة جدا، بس أهم من يعني قبل ما نعرف تكيس المبايض إيه معناه، عايزين نعرف يعني إيه معنى كلمة المبيض. كويس. المبيض هو العضو المسؤول عن إنتاج البويضات داخل الحوض. المبيض ده بيتكون إزاي؟ المبيض بيتكون أثناء الحياة الجنينية مجموعة من الجيرم سيلز أو الخلايا القادرة على أنها تتحول إلى بويضات، بتهاجر من تحت الحجاب الحاجز وبتنزل عن طريق حاجة اسمها الجبرناكيولم، تنزل لغاية المنطقة بتاعت المبيض وبعدين تكسي نفسها بغشاء من البريتون. ده بيعمل الكبسول بتاع المبيض، ونفس الشيء بينطبق على الناحيتين، الناحية اليمنى والناحية اليسرى. المهم في مراحل تكوين المبيض دون ان ما بيحدث بعد الكبسول بتاع المبيض ما يتقفل ان المبيض ينتج بويضات جديدة. يعني البويضات اللي نزلت وتكونت داخل المبيض هي اللي موجودة عند الست من هنا طول عمرها، وبتكون في حالة سكون وكمون لغاية حضرتك لما البنت بتبلغ سن البلوغ. عند سن البلوغ بتبتدي يحدث مجموعة من التغيرات الهرمونية. هرمون الاف اس اتش اللي طالع من الغدة النخامية اللي بنسميها المايسترو اللي بيتحكم في عملية التبويض، يبتدي هذا الهرمون يعني يؤثر على البويضات الموجودة داخل المبيضين ويحثها على إنتاج هرمون الإيستروجين أو هرمون الأنوثة. بتتطور الاستجابة لهذا الهرمون بحيث أن مجموعة كبيرة من البويضات بتبقى في مرحلة استعداد أن هي تصل إلى مرحلة البويضة الناضجة. واحدة بس من هذه البويضات بتستطيع أنها تسبق زميلاتها وتنمو إلى طور ما يعرف بالماتيور جريفين فوليكل أو الطور الناضج للبويضة، ودي اللي بتخرج من سطح المبيض وقت التبويض. ده هو المبيض في صورة عمله الطبيعية. طب معنى بقى كلمة تكيس المبيض؟ دي مشكلة يمكن انتشرت بشكل كبير جدا، عايزين نعرف إيه هي؟ كويس. تكيسات المبيضين هي عبارة عن متلازمة يعني اتوصفت عن طريق بعض العلماء واتسمت في الأول شتاين ليبنثال سيندروم. الناس اللي وصفوا هذه المتلازمة يعني كلمة متلازمة يعني مجموعة من الأعراض، مش عرض واحد، ومجموعة من الأشياء التي تحدث متلازمة مع بعض أو في نفس الوقت. وصفوا المتلازمة إزاي؟ قال والله إن بعض السيدات البويضات بدل ما هي موجودة معظمها في النسيج، منتشرة في جميع النسيج بتاع المبيض، البويضات بتبقى موجودة تحت القشرة الخارجية أو الكبسول الخارجي بتاع المبيض ومترتبة على هيئة زي عقد لولي كده جنب بعض. وهذه البويضات بتبقى في مرحلة كمون، وكمان رغم ان عندهم الستات دول عدد كبير جدا من مخزون البويضات الى ان بيبقى عندهم عدم استجابة مزمن للتبويض. يعني ما بيحدث فيهم تبويض بعملية منتظمة كل شهر. الطبيعي ان الست كل شهر يحدث عندها تبويض من احد المبيضين، عادة المبيضين بيتبادلوا العمل. لكن في الستات دول لسبب او لاخر ما بيحدث التبويض بانتظام، وبالتالي الستات دول بيبقى عندهم هرمون الإيستروجين عالي، لكن كمان عندهم أحد هرمونات الغدة النخامية وهو ما يعرف بالليتينايزنج هرمون أو الـ LH بيبقى مرتفع، بينزل على الحشوة بتاعت المبيض ويزيد من إفرازات الهرمونات الذكرية، وده بيتسبب في مجموعة من الأعراض. زي إيه بقى يا أستاذة إيناس؟ زي إن ممكن يطلع شعر زائد في الوجه أو في الصدر، في الشفة العليا أو في الدقن،
والحقيقة تكيسات المبيضين هي السبب في أكتر من 90% من الحالات اللي بيبقى فيهم شعر زائد في الوجه. الحاجة التانية إن بيبقى هناك مقاومة لهرمون الإنسولين وأشباه هرمون الإنسولين، وبالتالي الستات دول بيبقوا معرضات أكتر من غيرهم لظهور مرض السكر. وكمان الحاجة الوظيفة الأخرى للإنسولين اللي احنا يعني ما احناش عارفينها قوي، ان هو بيقوم بتكسير الدهون، بيعمل عملية لايبولوسيس، وبالتالي الستات دول بيبقى عندهم زيادة في الوزن. وحتى الست تيجي تقولك والله ده انا بعمل دايت جامد قوي ما بنزلش بسهولة، ده انا ما باكلش كتير بس وزني زيادة. فعلا بيبقى فعلا عندهم وزن زائد. الحاجة التانية زيادة الهرمونات الذكرية فيهم بيخلي هناك اختلال في الدهون في الدم، بيبقوا معرضين زي الرجالة لزيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وده يؤدي لأن ضغطهم يبقى يميل لارتفاع. تلاقي بنت صغيرة شابة في مقتبل العمر عندها 20-22 سنة وضغطها 150 على 100، ده مش طبيعي. تلاقي إن الدهون الثلاثية عندها مرتفعة طلع لها 250-300، الكوليسترول فوق ال 200، دي اعراض مش طبيعيه. مش طبيعي ان ضغطها يبقى عالي ووزنها تقيل وعندها شعر زياده في السن الصغير ده. طيب الحاجه بقى الثالثه ان الدوره ما بتبقاش منتظمه نتيجه عدم انتظام التبويض. الدوره كمان ما بتبقاش منتظمه، تتاخر مره. بالظبط، يعني تيجي البنت او الست تقول لك والله يا دكتور انا الدورة عندي بتتأخر بالشهرين وبالثلاثة، ده أنا السنة اللي فاتت الدورة جات لي مرتين ثلاثة في السنة كلها. وده طبعا بيبقى مصحوب بقلق، هل دي حامل ولا مش حامل، حدث حمل ولا ما حدث حمل. الدورة ما بتنزلش غير لما باخد دواء ينزلها. لازم اخد دواء منظم للدورة علشان الدورة تنتظم. فعدم انتظام الدورة، خلينا نقول الأعراض، عدم انتظام الدورة، تأخر حدوث الحمل لأن مفيش تبويض منتظم، زيادة في الوزن، شعر زائد، بالإضافة لكده أحيانا يكون في اختلال في تحاليل الدهون في الدم، زيادة في الكوليسترول، زيادة في الدهون الثلاثية، في LDL أحد الدهون الضارة، ارتفاع احيانا في الضغط، قد يظهر سكر في بعض الحالات. كمان لما بيحدث حمل ممكن بتبقى الستات دول معرضات اكتر من غيرهم الى ارتفاع الضغط وظهور سكر الحمل، وبالتالي دي كلها اعراض اخرى قد تؤثر في الصحه العامه للسيدات. طيب دي الاعراض، عرفنا الاعراض، عايزين نعرف بقى ايه اسباب التكيس؟ هل هو عامل وراثي ولا اسباب تانية؟ الحقيقة هو عامل وراثي، يعني طريقة الوراثة فيه زي طريقة الوراثة في مرض السكر. احنا جايبين الحقيقة معانا بعض الصور، يا ريت الاستاذ سامي والاستاذة نهال يعرضوهم لنا حبيبي. نشرح برضو يعني ندي برضو فكرة للسادة المشاهدين التكيسات المبيضين دي عبارة عن ايه. وكمان احب اقول ان الموضوع منتشر، يعني الصورة اللي قدامنا دي احنا عندنا الصورة اللي على يسار الشاشة الشكل الطبيعي للمبيض، ان البويضات بتبقى متوزعة جوه المبيض كله. الصورة اللي على اليمين اللي على يسار الشاشة يعني تلاقي ان البويضات موجودة تحت السطح الخارجي للمبيض. ياريت نجيب الصورة اللي بعدها. هنشوف بقى الفرق بينها وما بين أكياس المبيض. كيس المبيض، لا ده كيس موجود جوه المبيض له شكل معين. دي صورة ثلاثية أبعاد لتشوكلت سيست أو كيس اندوميتريوزس أو بطانة رحم مهاجرة. موجود كيس عبارة عن فراغ، حاجة زي الكورة، وجواها الدم متجمع غير الشكل اللي احنا شفناه. نشوف الصورة اللي بعدها. ده منظر الموجات الصوتية. يا أستاذة إيناس، لو عملنا موجات صوتية في الستات دول زي ما انت شايفة اهو، البويضات دي مش أكياس، دي بويضات كامنة. يعني لو ادينا تنشيط هتطلع بويضات كويس قوي. ده مش كيس، مجموعة كبيرة من البويضات مترتبة عاملة زي العقد جنب بعض، زي العقد اللولي، زي الحلقات كده، دوائر صغيرة على السطح الخارجي او تحت السطح الخارجي للمبيض مباشره. اذا احنا
ازاي، شكرا جزيلا للصور، ازاي احنا يعني بنقدر ان احنا نشخص هذا الموضوع بقى، ازاي اشخص ان الست عندها تكيسات على المبيضين؟ اقدر اشخصهم بكذا حاجه. اولا بالاعراض، الست تيجي تقول لي والله الدوره مش منتظمه وما حصلش حمل، وبقى طبعا بقى احيانا، ومش لازم طبعا الحاجات دي كلها تبقى موجوده في نفس الوقت، في ستات فاهمه ان لازم تكيسات المبيضين يبقى عندها كل الاعراض او كل المتلازمه او كل المنظومه، لا يعني مش ممكن حاجات بسيطه بس من الاعراض ممكن تحصل لها. وفي ستات حياتك ممكن ما نكتشف ان عندهم تكيسات على المبيضين من السونار، تبقى مخلفه عادي ودورتها منتظمه وكل حاجه، ونعمل موجات صوتيه نشوف ان طبيعه المبيض او شكل المبيض ان في تكيسات، فمش لازم كل الاعراض تبقى موجوده، لكن احد هذه الاعراض او بعضها او كلها، عدم انتظام الدورة، عدم انتظام التبويض، عدم حدوث الحمل، زيادة في الوزن، شعر زيادة في الجسم وفي الوجه، ارتفاع في الضغط، ضغط لخبطة او اضطراب في الهرمونات وفي تحليل الكوليسترول والدهون الثلاثية. طيب نعمل موجات صوتية نلاقي المنظر اللي احنا ايه شفناه في الموجات الصوتية، مجموعة كبيرة من البويضات مترتبة جنب بعض زي الدايرة او الحلقة تحت القشرة الخارجية للمبيض. لو عملنا حضرتك تحليل هرمونات، وتحليل هرمونات دون المفروض بنعمله اثناء الدورة، طب الستات دول ما عندهمش دورة منتظمة او الدورة ما جاتش بقالها فترة، يبقى نقدر نعمله في اي وقت، عشان برضو الاخوة الاطباء بيسألوني طب لو واحد عندها تكيسات مبيض والدوره ما بتجيش ننزل الدوره الاول ونحلل؟ لا، ده هيلخبط صوره الهرمونات، نحلل ومفيش دوره. بنلاقي ايه بقى؟ احنا عندنا اتنين من الهرمونات بيقوموا بتنظيم عمليه التبويض، واحد اسمه الفوليكولر ستيميليتنج هرمون الاف اس اتش، واحد اسمه اليوتينايزنج هرمون. الطبيعي ان الفوليكولر ستيميليتنج هرمون ده هو الدوميننت، هو الهرمون الاساسي في التحكم في عملية التبويض، والمساعد بتاعه اللي بيقوم بعملية التبويض نفسها او بيعمل تريجر للتبويض اسمه الليتينايزنج هرمون. طبيعي ان الاف اس اتش ده نسبته تبقى اعلى من ال اتش، يعني ايديال سبيكينج كنا بنقول نسبته تقريبا ضعف ال اتش، مش لازم يبقى ضعفه لكن اعلى، يعني لو ده مثلا 6 الاف اس اتش، ال اتش نلاقيه 4 مثلا. في حالات تكيسات المبيضين بيبقى فيه افراز زائد لهرمون ال اتش، نلاقي ان الاف اس اتش مثلا طالع 6 والال اتش ده طالع 13 18، في زياده في افراز ال اتش، وده بيسبب زياده في افراز الهرمونات المذكره او الذكرية او الاندروجينز بصفه عامه في الستات. فبتسبب ظهور شعر في ال تسبب ظهور شعر، تسبب بعض الاعراض اللي تسبب احيانا ظهره بشره دهنيه، تسبب حبوب زياده عن اللزوم، قد تسبب تساقط الشعر من الراس، كل دي اعراض قد تكون مصاحبه لتكيسات المبيضين. اذا التشخيص اساسا اعراض وموجات صوتيه وتحاليل هرمونات. في بعض الحالات لو كنا بنعمل منظار، وان كنا ما بقيناش نلجا للمنظار لا في تشخيص ولا في علاج تكيسات المبيضين، زمان كان يقول لك والله نشخصه بالمنظار، نعمل منظار نلاقي ان السطح الخارجي بتاع المبيض املس، ما بقيناش نلجا للمنظار لانه التشخيص بقى خلاص سهل بالموجات الصوتيه وبالتحاليل. كمان كنا بنعالجه ان احنا نقوم بتثقيب المبايض، وانا جايب صور الحقيقه لو نعرض الصور اللي بعد كده، كنا نعمل تثقيب للمبايض علشان نحفز المبيض ان هو يقوم بعمليه التبويض. بطلنا نعمل هذا الموضوع لان لقينا دي صوره اهي، يعني حتى لو عملنا بالكتير نعمل ثقب او اتنين او تلاتة ماكسيمم اربعة، لان لقينا الابيض ده الابيض ده المبيض، والثقوب دي هي احنا مكان ما بنكوي المبيض. بطلنا نعمل الكلام ده لان بيدمر المخزون بتاع المبيض. لو جبنا الصوره اللي بعدها حوالي حضرتك، الصوره اللي بعدها دي جريمه، يعني ده جرم طبي، ده يدمر المبيض. شوفي حضرتك الدكتور مخرم المبيض في كل حته، وده يسبب ان مخزون المبيض، احنا بنقول الستات دول بيبقى عندهم مخزون كتير، ده يدمر هذا المخزون ويدمر المبيض. وانا انصح ارجوكم ما نعملش تثقيب مبايض للمبيضين
في حالات تكيسات المبايض لانه بيبوظ المبيض. المبيض طيب اشكركم جدا على الصور، شكرا. طيب يعني الحل ايه؟ الحل ايه في الستات دول اللي عندهم تكيسات على المبايض؟ وهل التكيسات دي لها علاج ولا ملهاش علاج؟ عشان الستات بتيجي تسالني، والله يا دكتور عمرو احنا عملنا منظار علشان نعالج التكيسات ورجعت تاني. طيب خلينا نقول اول حاجه، التكيسات بتاعه المبايض ما بتتعالجش، ده لا علاج لهذا الموضوع، لانه ده خلقه ربنا كده، دي حاجه وراثيه نازله كده. فزي ما واحده مثلا حياتك لون عينيها اخضر، وواحده لون عينيها اسود، وواحده شعرها بني، وواحده شعرها اسود، واحده طويله وواحده قصيره، هو المبيض ده طبيعته كده. زي فده حاجه وراثيه، مش مفيش لا دواء هاخده بالبق ولا عمليه هعملها هضيع تكيسات المبايض. خلينا نبقى متفقين على هذا الموضوع اولا. لكن احنا بنعالج الاعراض اللي مسببها تكيسات المبيضين. ازاي؟ ازاي؟ ازاي بقى؟ طيب الست وزنها يعني المشكله اللي عندها ايه؟ السمنه طبعا. السمنه عندها سمنه، لازم تعمل دايت يعتمد هذا الدايت على انها ما تاخدش نشويات وسكريات كتير، تعتمد على حضرتك اللحوم المشويات خصوصا لو طيور او سمك، تعتمد على السلطات، تعتمد على الخضار. الحاجه الثانيه لازم هذا الكلام يكون مصحوب برياضه، ويا ريت ناخذ بعض الادويه اللي بتحفز الجسم ان هو يستجيب لهرمون الانسولين زي الميتفورمين. في كثير من الحالات، وده مش الاسم التجاري، ده الاسم ايه العلمي للدواء، في هذه الحالات كثير من السيدات اذا كانت المشكله اضطراب في الدوره او عدم حدوث حمل، بيحدث الحمل انها تنزل للوزن المثالي. احنا السمنه منتشره جدا يا استاذه ايناس عندنا بشكل كبير، مش في مصر بس، في العالم كله. لازم نعمل مجهود ان احنا نغير من اسلوب حياتنا واكلنا. هل ده صعب؟ مش سهل، لكن ممكن. يعني ان انا اغير نوعيه الاكل اللي انا باكله، ان انا اقلل من التراش والمقرمشات والايس كريمات والحلويات صح. ان انا التزم بالوجبات الاساسيه ونفطر. في ناس فاهمه انها ما تفطرش ده هيساعد بالرجيم، بالعكس ده بوست ستارت علشان ابتدي اليوم واخلي الجسم يحرق ان انا لازم افطر. لكن هفطر ايه بقى؟ هو ده الكلام. ما افطرش حضرتك على الصبح املى الفطار جبنه وقشطه وعسل ومربى، لا خلاص باظت الشغلانه. الحاجه الثانيه نشوف المشكله اللي بعدها. انت مشكلتك عدم انتظام الدوره، واحده مخلفه مرتين ولكن الدوره مش منتظمه، ندي منظم للدوره. ومش لازم تنظيم الدورة يبقى بإقراص منع حمل، في أدوية كتير جدا بتنظم الدورة من غير ما تمنع الحمل. لو عايزة منع، لو عايزة مش عايزة تخلف، يبقى حياتك يبقى ننظم بإقراص منع الحمل. طيب أنت مشكلتك إنك أنت عايزة تخلفي، يبقى في الحالة دي حضرتك نقدر إن إحنا ندي منشطات للتبويض. منشطات التبويض بتعمل حاجتين في تكيسات المبيضين. بتساعد وبتحفز المبيضين ان هم يخرجوا بويضات، وبالتالي ان شاء الله يحدث حمل، وبتنظم الدوره في نفس الوقت. حتى يعني لو عندها تكيس بتعمل المنشطات؟ طبعا. هي معموله لكده. المنشطات دي بنديها بطريقه من اتنين، يا اما باقراص، وكل الاقراص بتشتغل بطريقه واحده. انها بتحفز الجسم ان هو ينتج من الغده النخاميه اللي قلنا عليها المايسترو اللي بيتحكم في التبويض، ان هي تطلع هرمون الاف اس اتش. لما يطلع هرمون الاف اس اتش بينزل على المبيض يشغله، يحفزه، يقول له يلا اشتغل، طلع بويضات وطلع ايستروجين، وبالتالي ده بيحفز على حدوث التبويض. والتنشيط بالاقراص بيبقى لفتره محدوده، 5 ايام في الشهر فقط عاده. نبداه في تاني يوم من نزول الدوره، من بدايه نزول الدوره لليوم السادس، 5 ايام فقط. ثم نقول للزوجين ان العلاقه الزوجيه تبقى علاقه طبيعيه بدايه من نهايه الدوره حتى قرب الدوره اللي بعدها. حكايه ان العلاقه الزوجيه ما تبقاش غير في نص الدوره وكده، ده مش يعني ما هواش الحاجه الوحيده او الحاجه المثلى ان احنا نعملها، لا، العلاقه الزوجيه تبقى طبيعيه بعد نهايه الدوره.
طب انا عايزه اسال بس اتفضل. سؤال، يعني السمنه احنا قلنا ان في الاعراض بيحدث سمنه، يعني ممكن من هي عندها تكيس يحصل لها اعراض اللي هي السمنه. طب انا عايزه اعرف اذا كانت هي السمنه في حد ذاتها ممكن تكون سبب لحدوث تكيس البيضاوي؟ لا العكس، العكس. السمنه حضرتك في ستات سمان ووزنهم تقيل بس ما عندهمش وبيخلفوا ما عندهمش تكيس مبيض. هو في فرق، لو عندها تكيس مبيض ووزنها تقيل حياتك هيبقى في نفس الوقت مفيش تبويض، لكن في واحده ما عندهاش تكيس مبيض لكن بتاكل لوحدها كتير قوي. خلاص دي ممكن حياتك تحمل لوحدها. يعني ما فيهاش، يعني انا قصدي ان السمنه مش سبب رئيسي ان هو اللي بتخلي حدوث اللي هو تكيس المبايض. لا العكس صحيح، تكيسات المبايض هي اللي بتخلي فيه مقاومه لهرمون الانسولين وبالتالي الست دي وزنها يزيد. ده ما يمنعش ان في ستات وزنها زياده وما عندهاش تكيس مبايض، وفي ستات وزنها زياده والدوره منتظمه وبيحدث الحمل الطبيعي لوحدها. طيب اذا ما استجبش، اذا الست دي ما استجابتش للمنشطات اللي بالفم، الحل ايه؟ الحل ان احنا ندي منشطات على صوره حقن عضل او حقن تحت الجلد. في هذه الحاله هرمون الاف اس اتش اللي احنا كنا عايزين ندي دواء نخليه يزيد، لا بندي الهرمون نفسه على طول. وده ليه برضو بروتوكول علاجي، وطالما ادينا هرمون الاف اس اتش على شكل حقن لابد من عمل بقى في الحاله دي متابعه تبويض. ما ينفعش ادي حقن واروح اقول لها ايه عيشي بقى مع نفسك، لا، لان قد يثار المبيض زياده عن اللزوم، لازم اشوف الاستجابه ايه. لما بتصل البويضات الى الحجم المثالي اللي هو ما بيتراوح ما بين 18 و 20 مللي تقريبا، بندي دواء اخر يخرج هذه البويضات. ساعات تقول عليه حقن التفجير، هو المبيض ما بينفجرش ولا البويضه، ده البويضه بتخرج بيتنشط بتخرج على شكل اوز او تسرب للسائل بتاع البويضه واللي بيبقى جواه الاوفم او البويضه وبتلتقطها الانبوبه. اذا دي الطريقه الاخرى للتنشيط، هم دول الطريقتين اللي عندنا في تنشيط الايه؟ المبيضين. طب اذا كان هناك شعر زائد، هناك بعض العقاقير التي قد تساعد على خفض الهرمونات الذكريه او هرمونات الذكوره وتساعد على ان الشعر يقل. ما بتوديش الشعر لكن بتخلي سرعة ظهوره اقل. بعض الشعر اللي بيظهر في اماكن حساسة زي حياتك مثلا الشفة الفوقانية الوجه، ده قد نحتاج الى عمل ليزر ليه. وده برضو بيساعد. اذا كانت المشكلة هي الاضطراب في الدهون في الدم، لازم نقلل اللحوم ونقلل نظام غذائي، نظام غذائي صحيح. علشان نتحكم في نسبة الدهون في الدم. إذا نطلع من هذه الحلقة أستاذة إيناس بالآتي، إن تكيسات المبيضين لا يمكن، ملهاش دواء يعالجها، إحنا بنعالج الأعراض. العرض الأساسي اللي بيؤثر في الستات في مرحلة الإنجاب هو تأخر الحمل. العلاج الأساسي هو تنشيط التبويض. في ستات طبعا بعد ما بتاخد تنشيط لفترات طويلة جدا ما بتستجبش او ما بيحدثش حمل، في هذه الحالة هؤلاء السيدات قد نلجأ معهم الى احد وسائل مساعدة الانجاب زي الحقن المجهري او اطفال الانابيب او التلقيح الصناعي اذا كانت قنوات فالوب سليمة وعدد الحيوانات المنوية في الحدود المقبولة. طب احنا دلوقتي قلنا يعني على مشكلة اللي هي تكيس المبايض. طب لو واحده عندها تكيس مبايض وعايزه تحمل، هل الحقن المجهري ده يعني ده حل ولا في عمليه جراحيه مثلا نشيل التكيسات من على المبيض؟ احنا زي ما اتفقنا عمليات على المبيض للتكيسات المبيضين لا، اعمل عمليه لو في كيس على المبيض، يعني لو في كيس موجود على المبيض اعمل له عمليه او اشفطه اوكي. لكن تكيسات الحل فيها اذا كان هناك رغبه في حدوث الحمل، يا اما ادي منشطات استجابت بالمنشطات اهلا وسهلا، ما استجابتش يا اما تلقيح صناعي اطفال انابيب حقن مجهري. انا بشكرك جدا يا دكتور، منورتنا النهارده في الاستوديو. انا بشكرك جدا يا استاذ، وان شاء الله طبعا نشوفك بحلقات كتيره جدا. بشكر حضرتك وبشكر كمان مشاهدينا، تابعونا كل يوم، استنونا بكره كمان. انا وزميلتي شيماء اشوفكم على خير وفي رعايه الله.